هو الوضع راه كنشوف فيه، انت كتشوف فيه هذا الشيء، السوق ديالو رجع بزاف. كان الكرموس 400 درهم ودروك راه كاينه من 250 درهم حتى 120 درهم للصندوق، هذا الشيء اللي كاينه. تقريبا الصندوق فيه 30 كيلو اللي كتبقى فيه، 30 كيلو 28 كيلو اللي كتكون في الصندوق حره. كاينه السلعه ديالها يتباع مران دايره دابا 5250 درهم، والسلعه ديال النواحي ديالها قلميم كاينه من 150 درهم حتى 120 درهم. الغلا راه السلعه راه ما كايناش، الاغلبيه السلعه اللي كاينه راه مرضت. الشيء ديال القرمزيه هي اللي خلات هاد السلعه تنقرض. كاين اللي كيمشي لسيدي فني الله يطبع عمران، باقيين شي جنينات كيداويو الناس مكافحين معاهم. وكاين شي حاجه ثانيه في النواحي ديال طنطان، ما بين قلميم وطنطان، النواحي ديال قير والنواحي ديال العوينه، عوين تيتوسا. غادي وكتنقرض هاد الشيء اللي كتشوف، عطيها واحد الشهر ما تليتي ما نزلت تلقى والو. وماشي شي حاجه زعما لا، الجوده ما كاينه، الجوده قليله. فين هما المنتجين؟ راه ما بقاوش، راه داك الشيء راه انقرض، داك الشيء هاد الشيء راه غير شي حاجه قليله اللي بقات. راه تبارك الله راه كانت كتدخل 100 بيكوب هنا للسوق، من 100 بيكوب شوف شحال كاينه، ما كاينه حتى 10 البيكوب. هاد الشيء راه غادي وكينقرض، راه حتى هاد البلاصه دابا من كتجي هاد السلعه راه وصلت على المرضى. والوضع عندنا راه كتشوف كلشي على عينك، راه كرموس راه خسر، خسرتو الشمس والقرمازيه، ومهم بقى واحد الكميه قليله ما بقاش بزاف. والمنطقه ديال تيزنيت ما فيها والو، المنطقه ديال يتبع عمران شي شويه، الناس اللي كيداووك مكرفصين على داك الشيء هو اللي عندهم شي شويه شي شويه. ايوا هادشي اللي كان، كاينه واحد المنطقه في جهه الصحراء لهيه راه صفرت وضربتها الشمس. المهم حنا كنا كنعيشوا في هذا الخير، انت كتشوف دابا اللي عطى الله هو هذا، راه ما كايناش شي حاجه خبيناها. ايوا صافي هادشي اللي كاين، خص الدوله دير شي حاجه تعاود ينتج هذا المنتوج ثاني، ماشي سميتو كيعيشوا فيه الدراوش، كيعيشوا فيه الفقراء. المهم فاكهه ديال الفقراء هذه اللي عطى الله هو هذا، حنا الارزاق بيد الله، الا ما كانش الكرموس راه غادي نديروا حاجه اخرى. شحال وصل الثمن دابا؟ الثمن دابا وصل سميتو مع الكرموس ضربته سميتو قرمزيه والشمس، ما بقى تساوي ذاك الثمن اللي كتعرف. دابا راه ما كاين والو، كاينه 100 درهم في السوق، 24 100 هذا الشيء اللي كاين. ماشي شي جوده يعني؟ شويه شويه الجوده ما كايناش، وغادي تكون شويه الجوده من تحيد هذه السخونيه وداك الشيء، غادي يكون شي شويه الجوده وداك الشيء. كيبيعوا على الحبه هذوك السقيطيه اللي كيبيعوا على الحبه، حنا راه شفتينا كنبيعوا الصندوق. هذا الشيء اللي كاين. كيبيعوا بجوج درهم، البارح سمعت انا كيبيعوا ب 10 دريال كاع. انت سميتو السلعه خاسره شويه، ما بغاوهاش الناس. الناس كيخرجوا كيخرج كيفك باللي قسم الله. اش هو غيخليها؟ ما يمكنش يخليها يشرب واحد الثمن ويخليها يفك باللي قسم الله. يا البارح سمعت انا كيبيعوا الا ب 10 دريال كاع. كتخسر بزاف. ها كتخسر هي. وكان شي جوده غيكون فيها الامبلاج، يكون فيها بزاف د الحوايج، ما كايناش الجوده هاد الساعه. اللي عطا الله هو هذا.